الآن يا مس حكينا بدنا نقدر ناتج قسمة 38 صحيح فاصل 885 من 1000 تقسيم 3.85. الآن يا أبطال بدنا ناخد يا أبطال يا حلوين المقسوم عليه، هاي المقسوم عليه وأنا بقربه إلى أقرب عدد صحيح، فبحكي هاي الثلاثة شو العدد اللي وراها؟ الثمانية. هاي الثمانية بتعطي الثلاثة واحد؟ الجواب نعم، فشو بتصير الثلاث؟ أربعة. هلأ يا مس المقسوم بدنا نقربه، طبعا انتوا عارفين انه تقريب المقسوم غير عن تقريب المقسوم عليه. تقريب المقسوم بروح بدور على عدد يكون قريب من الثمانية وثلاثين ويكون من مضاعفات الأربعة، تمام يا أبطال؟ يكون قريب من الثمانية وثلاثين وهو من مضاعفات الأربعة. الآن يا مس في عنا 8 ضرب 4 بعطيني 32، وفي عنا يا مس عنا يا أبطال 9 ضرب 4 شو بتعطيني؟ 36، تمام يا مس؟ فمين أقرب يا مس لل 38؟ هل هي 32 ولا 36؟ يا أبطال وفي عنا كمان يا مس إنه أجي أحكي العشرة ضرب أربعة بتعطيني 40، فأي واحد منهم يا مس هو الأقرب إلى 38.885؟ أنا بالنسبة إلي يا مس بشوف إنه الأقرب إلى هذا العدد هو 40. صح يا مس؟ مش الأربعين هي أقرب إشي للثمانية وثلاثين فاصلة 885؟ صح يا أبطال؟ الآن يا مس تعالوا مكان الثمانية وثلاثين فاصلة 885 نكتب القيمة يلي أخذناها من جديد، ومنجي هون يا مس بنضع إشارة القسمة، والثلاثة فاصلة 85 بدي أكتب هون قيمة الأربعة. الآن يا مس 40 تقسيم 4 شو رح نعمل؟ الصفر بيطلع، بنحكي 4 تقسيم 4 1، إذا 40 تقسيم 4 بيطلع معي الناتج 10. الآن يا أبطال تعالوا لحتى نقدر ناتج القسمة في الفرع الأخير معانا، وهو 24 صحيح فاصلة 865 من 1000 تقسيم 5 عفوا فاصلة 24 من 100. الآن يا مس هذا هو المقسوم وهذا هو المقسوم عليه، بدي آخذ المقسوم عليه و أقربه إلى أقرب عدد صحيح، فبحكي هاي الخمسة يا مس شو العدد الذي يليها؟ هو التنين. هل التنين بتعطي الخمسة واحد؟ أكيد لا، فبتضلها الخمسة كما هي، تمام يا أبطال؟ وباقي الأعداد بتصير أصفار، طبعا ما رح أكتبهم. الآن يا مس هون عندي 24.865 من 1000 بدي أقربها أو أقدرها إلى أقرب عدد لإلها، ولكن بشرط أنه يكون من مضاعفات الخمسة. شو رأيكم بالخمسة وعشرين؟ الخمسة وعشرين قريبة جداً على الأربعة وعشرين فاصلة 865، وأيضاً هي من مضاعفات الخمسة، فبناخد يا مس الخمسة وعشرين. الآن بدنا نستبدل بدل هاي القيمة شو رح نكتب هون؟ 25، وبتنزل إشارة القسمة، والخمسة فاصل 24 حكينا يا مس تقريبها هو الخمسة. 25 تقسيم 5 شو بيساوي؟ يساوي 5، تمام يا أبطال؟ وبهيك يا أبطال بنكون وصلنا لنهاية حصتنا لهذا اليوم، يعطيكم ألف عافية. في حال وجود أي سؤال أو استفسار بسعدني تواصلكم معي، وإلى اللقاء.